والله شوف يا حبيبي، أنا صرت رئيس القرية غصب عن الكل. اللي عجبوا عجبوا، اللي ما عجبوا الباب ما وسع جمل، وسع ثلاثة جمال ودخلون. هذا قرار ولازم يخضعوا للأمر الواقع. أول شيء أنا ما كنت متوقع والله إني فوز برأس، كنت متوقع وماني متوقع إني فوز برأس القرية. يعني إن كان في بيني وبين غازي وعبد القادر منافسة على الرئاسة، لأن كنا أعلى رصيد، دخلنا برايم وجمعنا أعلى رصيد، بس الشباب انخصم عليهم خروج وراحت عليهم فقرات ودراما ومطبخ، فأنا كسبتها. راح يصير شيء ما حدا يتوقع أبدا بإذن الله. هالأسبوع كل متسابق بقرية زد رصيدك راح أجبره إنه يقدم شيء. هي من أول خططي الرئاسية، لكن في أشياء لسه أكبر وأحلى وأجمل، ما بدي أحرقها، هذه مفاجأة. راح أكون أول شيخ يزين هالقرية بإذن الله تعالى، وراح نزينها ونطلعها بأجمل أشكال. طبعا هي جميلة بوجودي، لكن راح زيدها جمالا بالزينة. الموظفين طلال وسلطان السهلي وغازي مطير وغازي الذيابي وعبد القادر الشهراني، انا اخترتهم لاني مرتب على اشياء هن راح يكونوا يعني افضل الموجودين على الاشياء اللي انا راح اقدمها ضمن هالاسبوع باذن الله تعالى. وترقبوا الابداع. رصيدي انا جمعته اول شيء من البرايم. الاحد كان عندي مطبخ، اخذت 600 من المطبخ فادتني. غازي المطيري وصلت لنفس الرصيد اللي كان فيه غازي المطيري، لان غازي المطيري كان اكثر مني ب 500 او 600. فغازي المطيري طلع يوم خسر ال 500. انا لا، كنت محافظ على الرصيد وفزت بالدراما وفزت كمان مدري بشو، والحمد لله يعني ارتفع الرصيد وصرت شيخ. طبعا ان شاء الله الاسبوع ما راح يكون فيه لا مشاكل ولا في ظلم ولا في اختراق قوانين ان شاء الله تعالى. صح اني مشكلجي وجبت العيد وهالشغلات، بس راح احاول الاسبوع لا اني اضبط نفسي، لان اصلا انا رئيس فالشباب راح يقتدوا فين، فلازم انا اكون خير قدوه عشان يقتدوا فيني بالفعل الصح. ما ان شاء الله اني احاول اني ابتعد عن الاخطاء وما اسوي خطأ.